اجيو نضحكوا شويه. المهم انا غالبا ما كنطيبش العشاء، ولكن اليوم كان الفطور ناقص شويه، قلت اجي ندير شي طويجين ديال شي الحيمات بالبرقوق. ماما هو الطويجين اختي راه كيطيب. شو راه انا راه حادقه ودابا كنشم ريحه الطاجين. كنت خرجت شخديت واحد الخيوه اونبورتي شربتها ورجعت شعلت على الطاجين ونقاست عليه ونسيت راسي راني مطيبه طاجين. وكنشم الريحه كنقول الله ما عرفت شكون هاد الجيران هادو اللي مطيبين الطاجين، ولكن خساره بين حرقوا البرقوق. مهم جيراني حرقوا البرقوق. تخيلوا واحد اللحظه نت كنجري ويلي 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 انا اللي انا هي ولات هاد الريحه. نت كنجري لقيت البرقوق تحرق. المهم راه كاين شي برقيقات بانوا لي تما باقيين مزيانين غنحيدهم سينو غنسلق برقوق جديد. والطويجين خلاص جاب الله ناقصه عليه دونك راه كيتعسل بشويه عليه.